بركة الله وتوفيقه. إذا انطلق الشوط التاسع عشر وهو الشوط الأخير، إذا انطلق بانطلاقة في المقدمة وأرى في الصدارة من وصلت في المركز الأول، أرى في المقدمة من وصلت، أرى شعاع سلمان بن عبد الله البطين مع العبور مع المقدمة مع الصدارة، ولكن ثاني الأسماء من وصلت ذي المراكز الأبناء مبلش المرزوقي مع ماتهاب على المقدمة على الصدارة، ثاني الأسماء من وصل في ثاني مراكز وصل جار الله بن سعيد بن هديبان مع الدرعية على ثاني المراكز، انتقل إلى ثالث الأسماء من وصل في ثالث المراكز، أرى ثالث الأسماء، أرى شعار سعيد بن طالب بن شريم مع الشاهنية، رابع الأسماء من وصلت، أرى في رابع المراكز وصل شعار مبخوت بن صحن بن محسن المري مع العالمية على خامس المراكز. إذا هكذا هذا على لكم الخمسة المراكز الأولى، وأعود اللقاء بلقاء آخر، أعود ركب الصدارة إلى المقدمة الأولى، أرى موسى بن عبد الرحمن الشلوي مع الشاهينية، موسى بن عبد الرحمن الشلوي على المقدمة على الصدارة، ثاني الأسماء أرى ثاني المراكز، وصل شعار مبخوت بن محسن بن جبران مع العالمية من وصلت في ثاني المراكز، انتقل ثالث الأسماء وصلت عبور مع سلمان بن عبد الله البطين على ثالث المراكز، رابع الأسماء أرى الدخول من قبل من وصل، وصل شعار محمد بن مسفر العجمي سعد بن صافي المري على رابع المراكز، خامس الأسماء أرى في خامس المراكز شعار عبيد بن سعد الفقمي على خامس المراكز، أعود إلى المقدمة أعود إلى الصدارة، أرى عبور من تنطلق في المقدمة مع سلمان بن عبد الله البطين على المقدمة على الصدارة، ولكن خذ حذرك من أهل الطلايب اللي وصلوا في ثاني مراكز، من وصلت؟ وصلت الشاهينية سعد بن صافية سعد بن صافي المري، انتقل ثالث المراكز، وصل موسى بن عبد الرحمن الشلوي على ثالث المراكز، ولكن اعود وين اعود؟ الى المقدمه الى الصداره، والعصا قوس كانها تسلم على الغارب الاصيل، يا سلام يا الشاهينيه الشاهينيه سعد بن صافية المري على المقدمه على الصداره، ولكن ثاني المراكز وصل موسى بن عبد الله الشلوي مع الشاهينية، والثالث المراكز أرى عبور سليمان بن عبد الله البطين، ثالث عفوا رابع المراكز من وصل في رابع الأسماء، أرى رابع المراكز، ولكن أعود إلى المقدمة أعود إلى الصدارة، أعود إلى سعد بن صافية مع الشاهنية، سعد بن صافية المري على المقدمة على الصدارة مع الشاهنية، الشاهنية والعصا قوس والعرض التلقائي ترقص رقيص على السماعة، ما شاء الله تبارك الرحمن، ولوكر القادم من وصلت في ثاني مراكز، أرى الشاهنية موسى بن عبد الرحمن الشلوي، وصلت عبور وانطلقت عبور مع سلمان بن عبد الله البطين، ولكن حمر خطر مر عبر الى المقدمه الى الصداره، ما شاء الله تبارك الرحمن، اذا العصا قوس، القوس قوسك والسهام سهامك، ما كل سهم تسله قوه، لا والله الا وروحت، ولكن عبور 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 سلمان بن عبد الله البطين، ويا سلام يا سلام، الله الله الله، ولكن سعد بن صافية المري مع الشاهنية ثاني مراكز، سلمان بن عبد الله البطين مع ابوه ثالث مراكز، عزام بن ناصر الشريف مع العزوم، المركز الرابع مع موسى بن عبد الرحمن مع الشاهنية، المركز الخامس
مشبب محمد قحطان.